أهلا بكم من جديد عبر صباح العيد من صباحات سودانية، ودائما أعيادنا السودانية مختلفة وجميلة جدا بأجواء وتفاصيلها الجميلة والمميزة. الناس يمكن رابع يوم خامس يوم في العيد بدأت خلاص تطلع على الشارع، والحركة بدأت ترجع من جديد لأنحاء العاصمة الخرطوم من جديد. ولو بنلاحظ أنه دائما محلات التصوير الفوتوغرافي بتكتظ بعديد من الأشخاص، الزيجات اللي بتزف في الأيام السعيدة من أيام العيد بتكون دائما حاضرة من خلال الفقرات ومن خلال التصوير المعروف. نحن نمشي لفقرة معايداتنا اليوم من داخل استوديو تصوير مع زميلتنا ريم مأمون. ريم صباحك خير، وإن شاء الله تكوني في السنة دي زي الصورة الوراق دي يا ريم، شايفاها كده؟ عاني الصورة الوراق دي يا ريم. أول حاجة الصورة الوراق، طيب هعمل زيها كده. تحية لك يا عمار، وتحية لكل الزملاء التيم العامل في خامس أيام عيد الفطر المبارك. نحن الليلة طلعنا برضو في جولة لخامس يوم، الحركة تقريبا بدأت ترجع زي قبل العيد، فالحركة طبيعية، الناس كلها في الشارع، الناس بدأت تمارس أعمالها. والليلة نحن يعني فقرة معايدات جينا لاستديو زي ما قلت، وعايزين نشوف الحركة هنا بتكون كيف، والناس هل لسه بتتصور زي زمان في الاستديو ولا بس الحاجة دي بقت حكر على العرسان. معانا بشار، نرحب به ونتعرف عليه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وانت بخير يا بشار. وانتو بخير ان شاء الله، والصحة والسلامة كده. ربنا يحقق امانيك كلها يا رب. امين جماعة كده ان شاء الله. كيف العيد؟ انت كنت معيد من اول يوم هنا؟ معيدين من اول يوم هنا في خرطوم، زي ما شايفة الشوارع زي ما قلت بدأت ترجع. بالنسبة للتصوير يعني اهو اعياد واسر وزفافات وموسم يعني. طيب يعني هل الأعراس كانت كثيرة من أول يوم لخامس يوم لليوم؟ يعني لو قلنا نعمل زي مقارنة كده بين الخمسة أيام، أكثر يوم كان شغل 200؟ في الحقيقة بتبدأ من ثالث يوم المناسبات الزفافات، لكن طبعا بالنسبة للأسر من أول يوم الأسر بتجي تتصور لبسة جديدة، جلابية وطاقية والشعر الحاجة. يعني الحركة بتاعت إنه الناس تجي تتصور في الاستديو زي زمان، يعني الحركة دي ما اندثرت مع التطور الحاصل ده، يعني للتكنولوجيا، الكاميرات اللي بقت متاحة، السيلفي اللي بقى ممكن يتاخد بتلفون عادي؟ لا طبعا، مع الحاجة دي يعني مهما كانت صورة التلفون ما بتتقارن طبعا بصورة الاستديو. فما شاء الله طبعا الشباب والأصحاب الأخوان الأهل، يعني حتى يعني الحاجة دي ما عندنا إحنا السودانيين بس، حتى الأسر السورية جو هنا وصوروا صور العيد والصور الجماعية، فالحاجة دي ما في زول بيستغنى عنها يعني. بقى عندكم تنوع يعني في الاستوديو، ما حكرا على السودانيين بس. لا كمان جنسيات مختلفة، كمان صور أجانب. خلاص نحن دعوة للزميل عمار نجي نتصور طبعا عند بشار هنا، رأيك شنو؟ يبدو إنه ما سامعني، لكن دي كانت جولتنا لليوم. سامعني؟ سامعك يا ريم. خلاص حنجي نتصور بعد شوية. طوالي، تحية لك لبشار والتحية لكل العاملين معه. تمام، شكرا. تحية لك يا عمار، وسعيدة جدا إنه أكون يعني في خامس يوم معاكم، يمكن دي آخر جولة لنا في صباحات سودانية، لكن إن شاء الله حنتواصل معاكم بعد العيد. تحية لك، وتحية لكل الناس اللي بتشاهدنا عبر صباحات سودانية. شكرا لك زميلتنا ريم مأمون، وان شاء الله دائما زي ما بيقولوا حبوباتنا بيقولوا هنا دائما ان شاء الله بخيته وعديله على كل الاعراس في كل مكان من انحاء السودان المختلفه، وان شاء الله ربنا يكون يجعل من هذه الزيجات المختلفه فيها البركه وبيت مال وعيال.